حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئه علماء المسلمين في العراق. اهلا بكم دكتور يحيى الى استوديو الرافدين، الذكرى 97 لتاسيس الجيش العراقي، ماذا تعني هذه الذكرى للعراقيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تأكيد اخي هذه ذكرى يعني كبيره جدا يستذكرها العراقيون، خاصه ان هذا الجيش يعني صاحب ماضي عريق، ماضي فيه أمجاد، فيه إنجازات، فيه انتصارات، وكان دائما يعني ينتفض لأمته ولشعبه، فقد دافع عن شعبه في حرب ضروس 8 سنوات، ودافع عن الأمة ومقدسات الأمة وعن أراضي الأمة، شارك في حرب 1948 و1967 وأيضا في حرب تشرين 73، خاض كل الحروب التي خاضتها الأمة، فبالتالي صاحب تاريخ عظيم وتاريخ مجيد، دافع عن الشعب العراقي، حمى الديار، حمى المقدسات، فبالتالي ذكرى عزيزة وكبيرة. ولكن مما يؤسف له أن ينتهي هذا الجيش وتحل بدلا عنه قوات تسمى بالجيش ولكن ليس لها من الاسم فقط منها. نعم، بيان الهيئة تحدث عن فرق شاسع بين الجيش العراقي السابق والجيش الحالي، أين الجيش الحالي من جيش العراق الذي أسس عام 1921؟ هناك أخي يعني لا يوجد امتداد تاريخي بين الاثنين. الجيش السابق يعني الذي أسس في بداية تكوين الدولة العراقية له عقيدة عسكرية وجيش مهني، يعني ليس جيشا طائفيا، ليس مبني على أساس الولاءات الضعيفة، وإنما الأساس الولاء لوطنه ولأمته ولدينه، فبالتالي هناك فرقا شاسعا في الولاء، فرقا شاسعا في العقيدة القتالية. كان لم يستخدم الجيش العراقي للتنكيل بشعبه ولا بأبناء وطنه، كان بالعكس على ذلك، كان سورا حاميا. أما الجيش الآن الحالي هو أداة قمع بيد السلطة يقمع بها أبناء الشعب العراقي، وما شاهدناه في الموصل وما شاهدناه في الفلوجة والأنبار وجرف الصخر وفي كل هذه المناطق خير دليل على أنه هو، مع شديد الأسف نقول، أصبح جيش السلطة التي تضرب به أبناء الشعب العراقي. نعم، ما تداعيات خسارة العراق للجيش العراقي السابق وتأثير ذلك على الواقع العراقي منذ تاريخ حل الجيش في 2003 وحتى اليوم؟ بالتأكيد أخي تأثير سيء جدا، يعني عملية حل الجيش العراقي كان جيشا مهنيا لا يعرف الطائفية، لا يعرف التمايز بين فيه من كل مكونات الشعب العراقي، ولكن عندما جاء الاحتلال وحل هذا الجيش وأسس جيشا مبني على المحاصصة الطائفية وعلى أساس نسب مفترضة لمكونات الشعب العراقي، فبالتالي أصبح كل ينزح إلى مكونه، وبالتالي حتى هذا لم يتحقق، وإنما أصبح لونا واحدا ويمثل طائفة واحدة، ومع شديد الأسف أخذ نهجا طائفيا، وهذا واضح من خلال كل ما يقال عنه من خلال أمور مثبتة وموثقة. حقيقة كان الجيش العراقي السابق لا يوجد عند في استمارة الانتماء حق للمذهب أو حق لهذه الأمور أبدا، كان كل العراقيون لهم حصة فيه وكان لهم نصيب فيه، لأنه هذا شرف للعراق أن يدافع الجيش عن وطنه. هل خسارة الجيش العراقي دكتور يحيى من الممكن أن تعوض ومن الممكن أن نرى جيشا عراقيا وطنيا؟ في ظل هذه الظروف وخاصة التركيبة السياسية التي جاءت بعد الحلال والتي فرضت واقعا طائفيا مع شديد الأسف واقعا لتقسيم البلد، لا يمكن لهذا الجيش أن يأتي بثمار حقيقية ليكون جيشا وطنيا، فالولاء هنا أصبح للطائفة وليس الولاء للوطن، والكل يرى الآن حتى الجيش الآن الموجود هو الآن لا يمثل القوة الضاربة، وإنما هناك قوة الميليشيات هي أقوى من الجيش، وبذلك أفضوا إلى عملية إنهاك هذا الجيش، وبذات الوقت رفع مستوى الميليشيات وحتى إضفاء طابعا شرعيا لها وإضافة قدسية لها، والغاية من ذلك أنه يكون هذا الجيش دائما مهلهلا ضعيفا ليس له القابلية على أن يفعل شيء، بالرغم من أنه شكل على أساس محاصصة طائفية. نعم، أي مستقبل أمام الجيش الحالي الموجود؟ مستقبل حقيقة لا يبشر بخير، لأن هناك عملية صعود إلى الميليشيات،
قادة الميليشيات هم من يتحكم بالمشهد، هم الذي يتحكم بالقوات، هم الذي يتحكم بالجيش، تسليحه أفضل من تسليح الجيش، عتاده أفضل. في تصريح سابق لوزير الدفاع قال نحن استدنا عتاد من الحشد، يعني هذه عبارة واضحة بأن هناك عملية جعله يضمحل أمام القوات الأخرى الموجودة. نعم الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.